هو كان صلى الله عليه وسلم دائما نراه متفائلا، دائما تراه بشوشا، كان إذا دخل بيته دخل عليهم وهو مبتسم. ولذلك قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن كل أمهات المؤمنين، قالت: ما دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضاحكا باسما. لماذا؟ لأنه رسول الله يعلم الأمة كيف تعاشر أهلك، وكيف تكون في بيتك، وكيف تكون إذا دخلت على زوجك وعلى أولادك. صحيح مشاكل الحياة كثيرة، وهناك في الحياة ما يجعل الإنسان يشتد لكن لا يمتد. لماذا؟ لأنه إذا اشتد في الخارج لا يمتد إلى الداخل بشدته. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله دخل ضاحكا باسما.